السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخواتي كنقترح عليكم أسرع مملحات يمكن لكم تحضروا، لعبارة عن ميني كيك بالطون وبواحد شوية ديال الخضر. بالنسبة للخضر أو اختيار الخضر فكيبقى لذوقكم ما هو متوفر عندكم. عموما هاد المملحات هادو فهما سرعة بزاف في التحضير وكيجي طعمهم هائل جدا، وبالنسبة للتقديم يمكن لكم تزينوهم حسب الرغبة وحسب المتوفر عندكم. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم هذا الاقتراح وتجربوه. بسم الله وأبدأ على بركة الله بالعمل واستعرض المقادير. بالنسبة لهاد المملحات هادو أو الميني كيك مالحين فغادي نعملوهم أساسا بالتونة بالطون، ولكن غادي نضيفو لهم بعض المكونات الأخرى اللي غادي تغني الطعم. فهنايا عندي زوج بيضات، عندي هنايا معلقة صغيرة ديال السكر مع كيس واحد من البيكنج باودر او الخميره الكيماويه، واحد ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، هنايا ربع ملعقه صغيره من الملح او حتى فايت واحد شويه، مع واحد رشيشه ديال الفلفل الحار احمر الحار. عندي هنا معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، ثلاثه د المعالق كبار ديال الفلفل الوان يكون مقطع، يعني اللون اللي اختاريته يا الصفر يا الاحمر يا الخضر اي لون. ثلاثة د المعالق كبار ديال البصلة مقطعة حتى هي بواحد الشكل صغير. ثلاثة حتى لربعة د المعالق كبار ديال الزيتون خضر مقطع. هنايا عندي خمسة تقريبا معالق كبار عامرين مزيان ديال الفرماج الاحمر او جبن لدان محكوك بشكل خشن. عندي علبة ديال الطون هنايا عندي بالزيت، هاد العلبة هادي فيها 80 غرام، اعتقد فيها 80 غرام 80 غرام. طبعا الحال غادي نصفيها من الزيت وغادي نضيفها للمكونات. عندي هنايا اكثر من نصف كاس ديال الزيت، تقريبا ما يعادل 100 مليلتر. هنايا عندي كاس لاروب ديال الحليب يعني 120 مليلتر. بالنسبه للدقيق فانا هنايا عامله واحد الكاس اللي ممكن يقبل انه يعني تكون واحد الاضافه، يعني لو حسيت ان القوام خفيف فغادي نقدر نضيف بالمعالق. في البدايه غادي ناخذ هذا البيض، هذا غادي نديروه في الاناء، غادي نضيف له السكر، غادي نضيف له السكر والملح وهذا الفلفل الاسود. يعني هاد المقادير اللي في الطبق هذا باستثناء الخميره الكيماويه او البيكنج باودر. نخفق واحد شويه، غادي نضيف الحليب الزيت، غادي نضيف حتى هاد المعلقه ديال المطيشه مركز الطماطم. نخفق هذيك العناصر، دابا غادي نبقاو نضيفو هاد الطحين هذا، غادي نضيفو في الحقه مره واحده. غادي نضيفو له الخميره الكيماويه او البيكنج باودر، هي القوام جاني خفيف فغادي نبدا نضيف هنا عبرت كاس اخر، غادي نبقى نضيفو بشويه. هنايا ضفت ربع كاس، هاد القوام هذا مناسب، يعني راه درت كاس ونص ديال الطحين. دابا غادي نضيف هاد الخضر هادي، نضيف الجبن، دابا غنضيف هاد الطون هذا، نحاول ننزلو شويه شويه باش ما يجينيش كله، باش ما يجينيش قطع كبار.
صافي الخليط ها هو جاهز. هنا موجده هنايا هاد الكيسات هادو، غادي نعمرهم وغادي نطلقاو. اخواتي عملنا القوالب الورقيه ديالنا، طبيعي الحال كتخلي واحد شويه تقريبا ربع اللي خاوي. الفرن انا عملته كيسخن من الفوق ومن التحت، ولكن ما تخليهوش يسخن مزيان تماما، واحد شويه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كنطفي الفوق وكنخلي غير التحت اللي شاعل. كنطيبوهم على حراره ما بين 160 حتى 170 درجه، يعني ما يكونش الفرن سخون بزاف. اخواتي المملحات ديالنا خدات في الفرن تقريبا 25 دقيقة، يعني في هاد الحدود كتكون كتبقى بين 20 حتى 25 دقيقة. منين تخرجوهم من الفرن غادي تخليوهم حتى يبردو. غادي انا خديت كل وحدة مسحتها بهاد الصوص ديال البرجر، لكن يمكن لكم تمسحوا بالمايونيز، تمسحوا بالمطاط، بأي حاجة كتعجبكم. انا بالنسبة لي هاد الصوص هادي مع داخل فيها الجبن كتعجبني بزاف، مسحت بها كل حبه ديال هاد المملحات ودرت ليها الجبن الفرماج الاحمر محكوك رقيق، وزينوا حسب الرغبه وحسب اللي متوفر عندكم.